خبط يقول استاذنك التليفون، قال لي احنا رأينا الاسماء برا مفيش الا الاسم بتاعنا بس. قلت له يعني؟ قال لي هو دوت المكحيل ولا ساقطين؟ قلت له لا انت شايف ايه؟ قال لي ما انا ما اعرفش، ما اللي جنبي كلهم اللي كملوا اختبارات اسمائهم مش موجوده. قلت له مش اسمك محمود ابراهيم ابراهيم عبد الرازق الخطيب 31/10/54 ما شاء الله حافظ اللي كان مكتوب بالتاريخ الميلاد. قال لي قلت له يبقى هو ده ناجح. قال لي يعني انا نجحت؟ قلت له ايوه انت نجحت. قال لي بس قلت له يا ابني هي الكوره مش هنقعد بقى نبني كده، يلا توكل على الله. راح خلص بقى هو القصه بتاعته الاوراق والحاجات والاوراق ودخل السنوره دي. تاني يوم نلاقي مثلا ايه الاهلي بيلاعب وسجل من لاعبي النادي الاهلي زيزو سجل مش عارف كام هدف، وعبد الله اسماعيل مش عارف ايه سجل ايه، وماهر همام عمل ايه ومصطفى يونس عمل ايه واكرامي صد ايه وكل دول وفاروق جعفر سجل كده، وهو بيلعب في نادي النصر ما حدش جاب سيرته والجرايد ما بتكتبش، ما حدش حكى عن نادي النصر. مين بقى اللي هيفكر يوديه من النصر للنادي هو الأهل. انا نفسي انه يجي من الاهلي بس في الوقت ده ما اقدرش ان انا اقول، لان كانوا في قرار ان احنا ما ناخدش اللعيبه نوديهم الانديه بتاعتنا. ايوه حصل اللي حصل انه لقيته جاي بيقول لي يا كابتن انا عايز اروح من الاهلي. قلت له طب انت عارف انك الاهلي؟ قال لي ما انا هروح معاه يا حد من الاهلي. قلت له خلاص روح معاه وهناك هيختبروك، لو انت كويس هياخدوك. حلو الكلام؟ حلو. جه فانا قاعد هنا كان في حنبله الله يرحمه الله يرحمه، فجاي بيقول لي ده في واحد بره بيسال عليك. قلت له خليه هو لقيته جاي. ايوه يا كابتن مين؟ قلت له طب بس تعالى هات حنبله الفانيلا نمره كام؟ 10. قلت له خد انا حاجزها له يعني انا حاجز له الفانيلا، لان يعني مش هو يعني بقول نفسي يجي النادي الاهلي بس عاوزه يجي بقلب. وده انا بقوله للاعبين دلوقتي وللجمهور دلوقتي، ده جاي حبا في النادي الاهلي مش حبا في الحاجات التانيه. بسبب القصه دي اتوقفت شهر بقرار وزير الشباب والرياضه صفي الدين ابو العز عن العمل لانهم اتهموني بان انا خدت محمود الخطيب للنادي الاهلي بدون رغبه محمود الخطيب. ودي احلى ايقاف. ده احلى طبعا. ده احلى ايقاف لكابتن فتحي نصير انه جاب الموهبه العظيمه كابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي او اختبره في البدايات. النجوم اللي حضرتك قلتهم دلوقتي في الثانويه الرياضيه من الاهلي الزمالك والمواقف الحلوه ومن الاسماعيلي ومن الاسماعيلي وكل انديه مصر طبعا المواقف الحلوه بقى جوه الثانويه الرياضيه. لا هي طبعا الثانويه الرياضيه احنا مثلا بنتمرن في الاستاد تدريبنا جوه الاستاد وبنطلع فوق، فبنبقى طالعين مثلا ايه نعمل لهم مسابقات. ايه مسابقات؟ ياخد الكوره يحطها فوق دماغه ويطلع على المدرجات، عارف المدرجات اللي بيطلعوا يسلموا فيها عشان ياخدوا الميداليات؟ طبعا هو طلعها بقى وهو لاعب وطلعها والكره فوق دماغه بينط او طلع بيها بينط على دماغه ما نزلهاش على كتافه يطلع يطلع يطلع. فلما طلع فوق وهو كسب كان في كذا لعيب بدون ذكر اسمائهم برضه كل اللعيب اي لعيب من اللي موجودين دولت محدش عملها فهو اللي كان بيعملها. قلت له عشان كده انت نجحت، لان مهاره ضرب الكره بالراس دي من اصعب المهارات. طب لانك انت بتتعامل لو الصعوبه كمان انت طالع على المدرج وانت طالع على السلالم والمدرج وكده وبتاع، فده بيديك قد ايه والحب اللي بينهم ومتفقين ان احنا كل يوم بالليل بنيجي نتمرن مثلا في الانديه نرجع كل عشاء خلص. فانا اعزمهم على العشاء كل يوم اتنين لعيبه يروحوا يطلعوا على العشاء ويجوا لنا على هناك. عايز ارجع للكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال اللي حطك بقى